تحرق السوق حرق اذا تطلع. صح. بس ارجع واقول لك هم اللي مدمرين الدنيا ويعرفون نفسهم. اصحوا انت من يعني انت حاربت خالد، انت بزمن خالد ابوك بعد ما كان متزوج امك، وخالد نجم نجم نجم، خالد نجم بالشارع ما نمشي من العالم. انت تجي هسه تحاربني تخلي راسك براسي؟ بنتي اكبر منك واكبر من عمرك، اغنيه من اغاني اكبر من عمرك كله وعمر تجي انت تدق راسك براسي؟ والله خالد ايش بيه؟ خالد ما يغني معزوفه؟ خالد ما يغني قوله؟ ها خالد ما يغني قديم؟ خالد ما يغني ربع؟ خالد ما يغني اغاني كيوليه؟ شو تريد؟ شو غني لك لو خالد ما يغني جورج وسوف؟ لو ما يغني عبد الله رويشد؟ لو ما يغني ابو بكر سالم؟ وش دا يغنوا لك اللي عندك بالمحل؟ ها ايش دا يغنوا لك؟ رواقيس رواقيس رواقيس، عباره عن رواقيس. البنات 12 بنيه على المسرح محترمات نفسهن بادبهن وحتى بلبسهن محترمات، والطب تشوف اذا انا غلطان خلي يجي واحد يوقف خلي عالمود خلي اصابعي بعيونه. شنو شو يسوون؟ المطرب راقوس والبنيه محترمه اكثر من المطرب. غير هذا صانع النجوم؟ مو هو هاي صانع النجوم مع النجم العراقي العربي، وبالاخير النجم العراقي العربي راقوس. هو احنا هذه النظريه ما نقدر نعممها على الكل، لان اكو مو كلهم لا هواي فنانين يعني محترمين. اكو فنانين طب للمسرح، طب مو يقول لك مالها طب للمالها تسمعه ها ما يهلك تطلع، ما يهلك تطلع من الجو اللي يسويه من الصوت من ال من من الشغلات الاختيارات الحلوه الصحيحه اللي يختاروها. اكو شباب عندنا، اكو شباب عندنا بالمحل بالمحلات تسهر ويغنون اصوات كارثيه وبعدهم صغار اطفال يعني شباب شباب، فما تقدر انت تحكم على كلها. لا اكو ناس معدوده على اصابع صح. خربت 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 مو خربت وانما زفتت. لا واكو شباب ما معروفه، تعال شوف اسمع اسمع شي يغني اسمع شي يقدم زين.